إذن قول الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إلا وهو معهم أينما كانوا معهم بعلمه وبإحاطته. ولذلك لما قيل الإمام أحمد كيف يكون الله معهم قال اقرأ أول الآية وآخر الآية، افتتحها بالعلم واختتمها بالعلم. يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. الختام إن الله بكل شيء عليم.